كابتن فتحي هارد لك النهارده، الشرطه ادى النهارده اداء عالي، اللعيبه كانوا رجاله نفذوا التعليمات النهارده يعني، وقدر ان هو كان خصم عنيد لفريق نادي الاسماعيلي النهارده. بص انا الحمد لله يعني انا كنت كسبان 2-0، ولكن انا لن ارضى عن التحكيم انا يعني بحترم التحكيم المصري، ولكن اذا كانت امور التحكيم هتمشي ضد الانديه الصغيره يبقى بلاش نلعب كوره احسن، بلاش نلعب كوره، يجيبوا لنا حكام على مستوى مسؤوليه، حكام على مستوى درجه على الاقل دولي، ما يجيبوش حكام النهارده تبقى متجنيه دايما على الفرق الصغيره. ليه؟ فانا شخصيا مبسوط من اداء لعيبتي، ولكن مش مبسوط من التحكيم، وانا بقولها علانيه يعني. بس نقطه من الاسماعيلي في استاد اسماعيليه برضو شيء كويس يا كابتن. هي انا كسبان 2-0، ولكن الحمد لله احنا بنقول النتيجه كويسه، الاداء كويس، ودي كره القدم، دائما لازم بتعترف ان احنا بيبقى فيه اخطاء، والخطا اللي حصل ضربه الجزاء سببت فيه التعادل، وانا بشكر لعيبتي على الاداء، وبشكر لعيبتي على الرجوله اللي ادوا بيها والروح اللي ادوا بيها، الحمد لله. انا طبعا بنلعب الاسماعيلي فريق كبير على ملعبه برضو، بس ربنا كرمنا بهدفين لحد ما قدرنا نحافظ عليهم، بس الحمد لله على النقطه مع النادي الاسماعيلي، برضه نادي كبير واحمد ربنا على البونت الحمد لله. بنبارك لك النهارده على الهدف العالمي اللي انت حطيته النهارده. لا ده توفيق من عند ربنا الحمد لله، كل ما الواحد يجتهد برضه ربنا يكرمه ان شاء الله، واللي جاي احسن لفريق اتحاد الشرطه ان شاء الله. طبعا الامور التحكيميه مش هتكلم عليها، طبعا الكباتن تتكلم عليها، مش بتكلم انا على الكلام ده، وان شاء الله نركز في اللي جاي ان شاء الله، عندنا ماتش صعب جدا مع النادي الاهلي يوم الخميس، نركز ان شاء الله على شغل الكابتن فتحي ونشتغل زي النهارده كده، وان شاء الله نعمل نتيجه طيبه باذن الله. ايه تعليمات كابتن فتحي يعني عايزين نعرف ايه التعليمات الموضحه اللي ليكم النهارده بين الشوطين، وكان النهارده شفتوا انتوا الهدف المباغت اللي انتوا حطيتوه النهارده؟ لا كابتن فتحي احنا كل ماتش كابتن فتحي بيقول لنا احنا لازم من اول ماتش نضغط اي فريق عامه، ربنا كرمنا وجون في الثاني برده ما رجعناش، الكابتن نازل فيرود نازل فيرودين ونازل واحد نص الملعب، عايزين احنا برده نقف على الكوره قدام شويه، بس الحمد لله احنا طبعا بتلعب فريق النادي الاسماعيلي، تعادلت معاه ملعبه كويس الحمد لله برده الحمد لله. كابتن صلاح ريكو متواجد في الشرطه في غرفه الانتقالات ام قد ينتقل لنادي اخر؟ لا انا مركز مع فرقتي ان شاء الله، اللي هنا النادي قال لي لازم تركز مع فرقه في مأزق وحش، لازم تقف جنبها السنه دي ان شاء الله، انا معاهم برده عشان النادي ده اللي عملني، فانا معاهم السنه ان شاء الله، السنه الجايه باذن الله ربنا اجتهد بس في التمرين الاول وفي المدوشه ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا ونروح المنتخب مصر ان شاء الله. الحمد لله على التعادل النهارده، بس احنا كنا اقرب للفوز يعني، احنا اتظلمنا في الماتش، الحكم حسب ضربه جزاء واحنا لينا ضربتين جزاء في الشوط الاول هو ما حسبهمش، وكل القرارات كانت ضدنا يعني مش فاهم ليه، بس الحمد لله على الاداء النهارده، وبنت من نادي الاسماعيلي في اسماعيليه حاجه كويسه، بس كنا نتمنى الفوز والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، النهارده كان ماتش كويس وخدنا البنت، والبنت كويس الحمد لله رب العالمين، ونحمد ربنا على البنت يعني الحمد لله رب العالمين. تعليقك ايه على الحكام؟ مش هتكلم، مش هينفع اتكلم يعني، خلاص انا اتكلمت مره فمش هينفع اتكلم تاني، فانا سايبها للناس اللي بيحللهم، والحمد لله رب العالمين على كل حال يعني الحمد لله رب العالمين. راضي عن الاداء؟ طبعا راضي على اداء الفرقه، وبقول الحمد لله رب العالمين على كل حال والله. يعني اول حاجه الحمد لله على التعادل وان احنا كلنا خرجنا سلام، تاني حاجه ماتش صعب طبعا النهارده، بنلعب فرقه في موقف صعب في الدوري، كان واحنا جايين من ماتش صعب ماتش انبي، انت عارف ان كل الماتشات مضغوطه، فبيبقى الريكفري بتاعك بيبقى صعب لان انت كل ثلاث ايام بتلعب ماتش، والنادي الفتره اللي فاتت كان بيمر بظروف صعبه واللعيبه ومشتتين، لكن كابتن اشرف اشتغل معانا وحاولنا، وزي ما انت شايف النهارده يعني كان. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل استوديو الحياه وفقره التحليل التحكيمي مع الكابتن رضا البلتاجي، مشرفنا كابتن النهارده. اهلا بيك ازي حضرتك؟ والله بخير الحمد لله. كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. راي حضرتك ايه في الحكام النهارده؟ الناس كلها زعلانه من حضرتك. الناس كلها زعلانه مش عارف الحقيقه، استعرضنا ماتش الاهلي فقط، لكن انا اول مره اشوف كابتن فتحي مبروك ثائر بالشكل ده وغضبان، ربما كنا ثلاث نقاط كانت يعني على مرمى البصر، وهدفين مباغتين كده من الاسماعيلي حصدوهم مؤذين يعني، خرج بنقطه واحده، هو كان يتمنى يمكن قبل الماتش يمكن احلام تراوده بنقطه، لكن طبعا تقدم في الشوط الاول 2-0، انا ما شفناش ما تبناش احداث المباراه تحكيميا، لكن انا حقيقة مش ما اعتدتش اشوف فتحي مبروك بالثوره دي. احنا تابعنا مباراة الاهلي، محمد معروف حكم الدوري ابن سينا وايمن دجيش ومحمود ابو رجال، ورصدنا بعض الحالات، ما اعرفش الدنيا هيجي على التحكيم يعني. يعني انا شايف الشهر الاخير في ثوره، وان كنت شايف اختفاء الحكام الدرجه الاولى اللي انا بقول عليهم معادين. يعني دلوقتي المشاركه كلها الاهلي والزمالك، خاصه على ماتشات الاهلي والزمالك الحكام الدوليين. والحكام اللي انا بقول حكام صفوه، حكام الدرجه الاولى بعدوا شويه، اللجنه برضو نفسها قلقانه، الاتحاد نفسه قلقان، نسلم كده يعني
لكن انا بدي نصيحه للجنه الحكام، ادوا الفرصه للحكام الدرجه الاولى، ما تقتلوش جواهم الطموح. الولاد طالعين كويس ومستواهم ما يقلش عن حكام الدوليين. جالهم شيء من الاحباط، كل واحد فيهم عنده امل انه يبقى في القائمه الدوليه. هم شايفين الامل بقى صعب شويه وبيبعد. فالولاد طبيعي بيغلطوا زيهم زي الكبار. ادوا لهم فرصه يعني، ادوا الفرصه لاحمد الغندور ومحمد عادل وطارق مجدي والصباحي وامين عمر. بص يا كابتن، خلينا نتكلم كده من غير يعني من غير تزويق كلام. الناس التحكيم المصري نجح لما كان في الناس عندها ثقه في التحكيم المصري. دلوقتي ادارات الانديه كلها بتتجرأ على التحكيم وبتعترض على التحكيم وبتنتقد التحكيم، فاللعيبه كمان والاجهزه الفنيه اخذت الموضوع عادي بقى في كل ماتش. النهارده انا النهارده بعترض وبزايد وعايز اي حاجه علق عليها شمعتي. النهارده الماتش بيكسبك، الحكم بيكسبك ماتش باخطائه وبيخسرك ماتش باخطائه. ما انت عمرك ما هتجيب جهاز، يعني عمرك ما هتجيب مكنه تحكم. التحكيم المصري فيه اخطاء كتير الفتره اللي فاتت واهتزاز للضغط اللي عليهم في ماتشات تقيله زي الزمالك، ماتشات تقيله النهارده زي الاهلي، كله قاعد وكله النهارده قاعد متربص. امبارح جهاد جريشة خارج من الماتش النهارده بيتشتم من فرقه مصر المقصه وزعلانين جدا ومضايقين جدا، وجمهور نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك واقفين برضه معترضين عليه، والراجل مدي 7 دقايق والزمالك كسبان في الدقيقه 4 أو 5. طب ايه يعني انت قلت الاهلي والزمالك حتى فرق الوقت، حتى الفرق الصغيره يعني مع كل احترام وتقدير عايزين نقول الفرق المؤخره في الترتيب، بلاش كلمه الصغيره دي عشان بتزعل البعض. كل وقت بيصور يعني شايفين ان صوت العالي ممكن بيؤتي ثماره. هو مش بيأتي ثماره في حاجه، بس هو يعني ساعات بيكون الناس عندها حق. يعني النهارده ممكن كابتن غريب مثلا بيتكلم في على ويد سليمان اكتر من احتكاك كوره، ممكن يكون شاف الحكم واحده ده انذار، الثاني ما شافش ورده، ولكن النهارده في النهايه الراجل مدي 7 دقائق جون في الدقيقه 5 خلاص. امبارح برده 6 دقائق قصدي امبارح مدي 7 دقائق جهاد الماتش برده الجون برده جه في الوقت بدا يتضيع. انا شخصيا ما اعتقدش في اعلق على التوقيت، ودايما بقول ان متروك للحكم والضمير الحكم، وكتير قوي ما بقفش قدام ركله جزاء او تسلل او خطا حكم او مساعد في التسلل قد يسفر عنه هدف يغيرت نتيجه المباراه. انا بقف قدام حاجتين، قدام عداله وشجاعه الحكم. لكن الحكام هتفضل تغلط طول عمرها طالما الخطا غير مقصود وغير متعمد، ما بقفش قدامه كتير. بقف هنا من على الكرسي دوت بدي نصيحه وبوجه، بقول هو غلط ليه وتعمل ايه يا ابني وتصلح ازاي. لكن الومه جدا وازعل قوي لما اشوف حكم شايف الخطا وعارف ومتاكد وما بيحسبش خوفا من لعيب. ده مع مين؟ رساله عايز توصلها لمين؟ كل اي حكم. خوفا من ضغوط لعيب او مدرب او جمهور او 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 مسؤول او رئيس نادي او عضو مجلس اداره او اي حد ليه تاثير. في موقف النهارده مع معروف حسيت ان هو شايف وما حسبش؟ طب نروح لحالات ونتكلم اكثر. طيب حالاتنا جاهزه يا ياسر؟ طب اتفضل. يلا ياسر نشوف معانا اول حلقه ايه؟ الماتش قلنا حكم اسكندري صاحب افضل قوام في الحكام المصريين محمد معروف صاحب ال 29 سنه او 28 سنه، هنا جده عاوز ركله جزاء. الحكم كان على بعد خطوات، انا اتفق مع الحكم في قراره في دقيقه 15 من الماتش الاولاني، يعني لا ترك ركله جزاء، وحكم احسن صنع على مداش انذار. يعني برضو مش عايزين كل السقوط بتمثيل فاول وانذار لوليد سليمان، وديته اكتر من نصيحه من مكاني هنا. يعني بلاش العنف ده، ما فيش ما يستدعي هذا العنف. يعني ده انذار مكاني خد وليد سليمان، ممكن في مباراه افريقيه لا، يا ريت لو قدرنا نقدر نشيل ارجع تاني يا وليد، لان العنف بتاع دي ده فيصل هنا ما بين التهور وبين القوه الزايده. يعني الحكم خد معاه لحد الاقصى من الرقفه، الرجل دي لو طلعت فوق شويه كان ممكن اللون دوت يتغير. هنشوفها تاني يا وليد، وندي نصيحه لوليد سليمان، نقول له يا ابني انت كل ماتش اللي عندنا ياسر وفي الملعب وليد ياسر وفي وليد برضه مع ياسر. شوف الزحلقه دي بالعنف ده ملهاش سبب، قرار صحيح ركله حره مباشره وانذار، والرجل دي لو عدلت شويه كان ممكن ياخد بطاقه حمراء. الحدث ده كنت في الدقيقه 27 من الشوط الاولاني، وما اعرفش دي ما فيش حد بينصح وليد، كل ماتش ياخد انذار مشابه، واللعيب ده ممكن تصيبه يعني ممكن تبطله كوره. يعني الزحلقه بالعنف ده ممكن تاذي لعيب، ممكن يكون في نادي ما يقدرش يعالجه. الحكم راح اداله ركله حره مباشره واداله عقوبه لفريق الانذار.
قوام رائع محمد معروف حقيقة فعلا. يعني أنا بقول أحسن ستايل حاجة كده يعني حاجة جمال غندور كده ويمكن أطول خمام سن صغير عنده مقاومات يروح كاس عالم يعني عنده مؤهلات ودي كاس عالم. يلا شوف العنف قرار صحيح ركلة حرة مباشرة وانصار فاول على ولي سليمان الحكم على بعض خطوات. هنبص على العباديات في الدقيقة 34 قد دي اللي كان بيكلم عليك بشوى غريب يعني شوى غريب سبب كل حاجة لعبت هنا الانتاج الحربي عارفين وليد عنده انذار فراح للحكم لا لا الحقيقة محمود تتحلى بيتعمل بشكل جميل قوي وباحترام راح هدى زمايله تصرف راح. هنبص اللي قاعدة وشوف اللعبة المخالفة كمل كمان لا ياخد انذار الكرة بعيد عنه خالص الكرة بعيد عنه خالص مفيش نية لعب الكرة بالمرة وموجود وديف وليد يعني انا متابعته ولا دي وليد ولو محمد معروف حدث ده كابتن قدامه انا لا ارجع تاني يا وليد انا بعتبر ده الحدث الاهم يا ياسر يعني الحدث اللعيب عنده انذار والملعب كله عارف اللعيب عنده انذار اديله انذار تاني وطرده بتعمل حساب ليه بالعنف دوت اديله انذار اديله انذار تاني وطرده لمصلحته وليد سليمان لا في المكان ده مؤلمه والكره مش موجوده خالص يعني ومن الخلف لا 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 الكره مش موجوده خالص كمل ياسر بعدها قالوا محمد معروف يلا ياسر كمل والله انا في رايي الشخص محمد معروف الماتش كان يمشي لوحده بعد كده ايجابيه الحكم المساعد وعرضيه شفنا كره جميله جدا كان ممكن تصفر عن هدف للانتاج استدرت بالقائم ورجعت والانتاج بيحاول وبعدين صافره تفض اشتباك في اعاده شهاب هنا يعني اعتراض برضو بادب انا بختلف مع الحكم في الفاول يعني ادي لعبه من بدايتها وشهاب سدد وجت في القائم ورجعت له تاني وبعدين حاجه بصفر على فاول مش موجود هو احنا طبعا احنا عايزين الفاول مش دي خلاص دي اوكي متفقين عليها لا اللعبه السابقه لوم للحكم ان هو يحسب فاول كده هنا ادى تحت فرصه يعني هنا لقيت تحت ضغط هندي دي كنصيحه وهنصفر بفاول يعني انا شايف ان هنا ادي له الفاول احسن افضل من تحت فرصه هذه اللعبه ياسر تاني من الاول هذه اللعبه هي الفاول على صبري راحل وبعدين ادى الكره راحت لزميله ادى تحت فرصه وزميله واحد تحت ضغط ثلاث لعيبه وفي نص الملعب افضل ان ادي الفاول هنا في نص الملعب افضل يلا مش هنتكلم على الانذار ادي بدايه الشوط الثاني ده كان فاول في نص الملعب والحكم رجع ثاني ادي رامي ربيع انذار بعد اتاحه فرصه الفاول كان صحيح والانذار كان في محله برضو شهاب عاشور مع انه هو مش صاحب غير ادي المخالفه اهي ادي بدايتها انطلاقه الفاول في نص الملعب مش ده الحدث يلا الفاول دي ادي هنا رامي ربيع رامي ربيع طبعا انذار عادي وكان يستحق الانذار الحكم ادى تحت فرصه وكان دي السبب بتاع الفرصه الكره فعلا في اتجاه المرمى ممكن تصفر عن هدف على عكس من اللعبه السابقه اللي احنا قلنا يفضل يدي فيها الفاول في نص الملعب هنا دي راحت هناك كان ممكن يبقى شكلها توصل لجول توصل لهدف يلا ياسر هنا سفر الفاول على النادي الاهلي في الدقيقه تقريبا 80 دي 71 واللعيب هنا اعترض وهو حقيقة يعني واجه لعيب كويس لكن لما نبص لعبه اللعبه ما فيش لعب الكوره ما فيش فاول ما فيش مخالفه على النادي الاهلي انه هو حسب فاول انا مش شايف في حاجه اللعبه دي كانت مكعبله شويه واصطدمت بذراع المدافع
لكن انا شايف مفيش تعمد. بس الرجل دي لما ارتفع كده لو جت في راس المهاجم تبقى ركله جزاء من فاول. لكن ما جاتش اصطدمت في ذراعه ومفيش بس دي منع كوره يا كابتن. لا لا مفيش تعمد. لا 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 مفيش تعمد. هو مدي ظهره. لا 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 مفيش تعمد. مسافه قريبه جدا ومفيش تعمد. هنا صفر على بفاول وده انذار لمدافع الانتاج الحربي. يعني انا شافه لعب كوره. دي مسافه دي فاول على عاشور. نعم يا فندم. ما تسالش انذار دي. دي ما ده فيها الانذار. هنبص على الاعاده. دي ما فيهاش كوره خالص. مفيش كوره خالص. انا كنت اتمنى يطرد. لازم يطرد فيه. يعني لازم اطرد فيه. لا ارجع تاني يا ياسر لو سمحت. اللعبه دي ده الهدف المباراه الوحيد والهدف الجميل وصحيح لا عايز ارجع للعبه السابقه يا ياسر عشان الحكام تميز ما بين الاستخدام قوه زايده وبين التهور. التهور يستوجب انذار لكن القوه الزايده وفقا للقانون ياخد بطاقه حمراء. نشوف اللعبه هنا هل ده لعب الكره ولا راح للرجل بس. يعني عاشور برده باسم كبير وخبره 10 سنين تقريبا في الدوري الممتاز مع النادي الاهلي ومنتخب مصر يعمل فاول زي كده من غير سبب. لو في ماتش افريقي هيطرد فيه مباشره. ما لعبش كره خالص. ما راحش يلعب كره. راح يضرب من الخلف بالشكل اللي احنا شفناه ده يطرد على طول. كنت اتمنى محمد معروف يطرد. هيقول لصالح عاشور لصالح لعبتنا كلها ولصالح كل الحكام عشان ما يجيش بعد كده حكم تاني يدي في دي بطاقه حمراء الدنيا كلها تعترض عليه لانهم متعودوا على كده. هدف صحيح وتوقيته بعد خمس لو بصراحة خمس زي واقل من 20 سنه حوالي 15 سنه. اذا وفقا للست ده اعلن عنهم محمد معروف الهدف جه في توقيته في نفس الوقت خلال الست دقائق. اعتراض طبعا من جهاز الكامل وزي ما سمعنا علي منديجيش قال اثنين من اعضاء غرف ملابس شتموهم وبعدين شفنا زحمه وزيطه وفرح. الحكم مستأنف وبعد شويه صفر وبعد صفاره الدنيا هجت عليه شفنا خناقه وضرب. وخلينا برضو كبسيف القانون بيقول لجنه مسابقات الحق ان هي ترجع للشريط دوت وتعاقب من ترانا. يعني ممكن في بعض الاحداث دي بعد الماتش ممكن الحكم ما يشوفش. والحكم لو شاف او الحكم الرابع يدون في تقريره يقول مين سبب بدايتها. يعني انا في الظروف دي يا كابتن سيف باجي لمين سبب المشكله وبعدين اشوف مين بقى اللي اقدر اللي عينك تقدر تجيبه. انت مش هتجيب 30 لعيب وجهاز مش عارف تجيبهم كلهم. لكن هات مين اللي عمل المشكله من بدايتها وهات بقى اللي انت اللجنه بقى تقدر تشوفه وتعاقبه وتملك. تمام. يعني وفق اللائحه لجنه تملك ان هي تعاقب كل من اخطا بدون يا كابتن عشان ما نطردش حكام بالعداله والشجاعه. واحنا كمسؤولين نرد الطرف عن اخطاء لصالح اللعيب. صح. لازم يعاقب لصالح الكوره. بشكرك كابتن شرف. اشكرك كابتن. شكرا ليك. شرفتني ونورتني. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. خلصنا استوديو الحياة النهاردة. استوديو خاص لقاءات كتير جدا. بكرة استنونا ان شاء الله بإذن الله من الساعة 2:30 الظهر ولقاءات جديدة من لقاءات الدوري الممتاز. بشكر في النهاية طبعا ضيفي ونجمي نجم التحليل التحكيمي كابتن رضا البلتاجي. بشكر كل ضيوفي اللي كانوا موجودين معنا النهاردة. ياسر عاصم مخرجنا الكبير محمد صلاح وأحمد أبو طالب رئيس التحرير ومحمد جابر وأحمد جاد. كل الناس الحياة وليد سلامة ومحمد يعني كل الناس مش عايز أنسى وسارة ومحمود حسن وكل الناس اللي وغطاتي وكل الناس اللي موجودين معنا. وفي النهاية مهيب عبد الهادي مدير البرامج الرياضية. أشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله. تصبحوا على خير. السلام عليكم.